صناع أعلى نسبة مشاهدة يكشفون مفاجأة جديدة للجمهور، سيقدمون موسماً جديداً من العمل في موسم رمضان 2025. انتصار أكدت استمرار طاقم العمل بأكمله في الموسم الجديد والاعتماد على إطلالات عفوية بدون مكياج تناسب أجواء العمل. أعلنت الفنانة انتصار مؤخراً خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي أنها ستشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وأكدت أن نجاح الموسم الأول حمس القائمين على العمل لتقديم موسم جديد. وكشفت انتصار أن الجزء الثاني من العمل سيشهد تعاون نفس أبطال الموسم السابق. قالت انتصار إنه سيتم ظهور بطلات العمل بدون مكياج مثل الموسم الأول، وقالت نصاً: مكملين دمار من غير مكياج لأن البنت اتسجنت وهتقضي فترة عقوبة وبعدين تطلع، والأسرة مدمرة بعد دخول فرد منهم السجن. مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تم عرضه في النصف الأول من موسم رمضان الماضي، وكانت أحداث العمل مستوحاة من قصص حقيقية لعدد من الإنفلونسر والبلوجر الذين حققوا شهرة على منصة تيك توك. ودارت أحداث المسلسل حول فتاة اسمها شيماء من عائلة فقيرة تسعى لتحقيق شهرة واسعة على منصة تيك توك والهروب من واقع الفقر ومن مضايقات والدتها لها، وتسير على نفس طريقها شقيقتها نسمة، وتقع العديد من الأحداث المثيرة التي تعرض كل منهما للخطر والمساءلة القانونية.